السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حجازي ادفايزري. انا محمد حجازي ومعانا النهارده شرح المشروع جديد، خليكم معانا. مشروع النهارده هو ميد تاون سكاي، وهو اخر كومباوند طرحته شركه بيتر هوم في العاصمه الاداريه الجديده. فهو عباره عن كومباوند سكني فيه كل الخدمات، بيتكون من 70% فيلات و30% شقق، واللي بيكون موجود في الار 7. الديفلوبر هي شركة بيتر هوم للتطوير العمراني، واللي تأسست في 98. بيتر هوم في التوقيت ده كانت بتشتغل أكتر على المشروعات التجارية والإدارية والتطبيقية، فهنلاقيها نفذت وطورت بعض المشروعات في الصعيد والقاهرة والجيزة. نوصل لسنة 2013، السنة دي كانت نقطة انطلاق كبيرة جدا بالنسبة للشركة، وده لسببين. الأول لأنها بدأت طرح مشروعهم الإداري الأكبر اللي كلنا عارفينه، واللي اسمه كايرو بيزنس بار، واللي موجود على شارع التسعين الشمالي في القاهرة الجديدة، واللي بيعتبر لاند مارك كبيرة جدا ومميزة في القاهرة الجديدة، لأنه بيعتبر واحد من أكبر المجمعات الإدارية والتجارية هناك. السبب الثاني أنه في نفس السنة بدأت الشركة سلسلة كومباوندات ميد تاون السكنية، واللي كان أولهم كومباوند ميد تاون نيو كايرو، واللي موجود قصاد الجامعة الأمريكية مباشرة بعد مول ذا سبوت على طول. من التاريخ ده واحنا بنشوف نجاحات كبيرة جدا للشركة. طبعا هي قبل كده نفذت وطورت مشروعات تانية كتير، ولكن ما كانتش بنفس النجاح للمشروعين. بعد كده نوصل لسنة 2017 مع بداية طرح العاصمة الإدارية للسوق المصري. كانت بيتر هوم هي من أول المطورين الموجودين في العاصمة الإدارية كلها، لما أخدوا أرض كومباوند ميد تاون فيلا، واللي موجود على تاني نمرة من النهر الأخضر قصاد الكاتدرائية، واللي هيكون أول كومباوند بيتم تسليمه وتسكينه في العاصمة الإدارية بالكامل، وده تاني مشروعات سلسلة ميد تاون السكنية. بعد كده بيتر هوم نجحت انها تاخد قطعة ارض تانية في موقع مميز جدا علشان تنفذ عليه كومباوند فيلات مستقلة على النهر الاخضر مباشرة، واللي اسمه ميد تاون سولو. بعد كده الشركة اخدت قطعة ارض تالتة علشان تنفذ عليها كومباوند ميد تاون كوندو، وهو كومباوند شقق سكنية. بعد كده اخدت قطعة ارض رابعة علشان ينفذوا عليه مشروعهم الرابع ميد تاون سكاي، واللي هو موضوع فيديو النهاردة، واللي بيكون موجود على المحور الفاصل بين R7 وبين الميجا مول، واللي هيكون أكبر تطوير تجاري بيتم في الشرق الأوسط كله. بعد كده وكعادة بيتر هوم إنهم يشتغلوا في المشروعات الإدارية، أخدوا أربع قطع أراضي في منطقة الحي المائي علشان يطوروا فيها بيزنس كومبلكس مكون من أربع أبراج لنشاط إداري. دلوقتي عرفنا ليه بيتر هوم هم أهل العاصمة. ده لأنهم أول مطور خاص بيشتغل في العاصمة الإدارية، وأول مطور خاص هيسلم في العاصمة الإدارية. عندهم أربع كومباوندات سكنية، وأكبر مجمع إداري للقطاع الخاص في منطقة الحي المالي كله. وكمان لأن مجموعة بيتر هوم هي الملكة لشركة بيتر ميكس الخرسانة الجاهزة، واللي بتورد خرسانات لأغلب المقاولين في منطقة الوزارات والحي الحكومي. هنتكلم دلوقتي على اللوكيشن. ميد تاون سكاي موجود في الار 7 في موقع مميز جدا، لانه موجود على محور رئيسي بعرض 90 متر. المحور ده بيفصل ما بين الار 7 وما بين مدينه المعارض اكسبو سيتي. واللي ما يعرفش الاكسبو سيتي باختصار شديد، هو معرض بيكون مدته 6 شهور وبيوصل عدد زواره لحد 25 مليون زائر في فتره المعرض بس. وهنلاقي جنب اكسبو سيتي هنلاقي الميجا مول اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، اللي بيعتبر اكبر تطوير تجاري في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا كلها. تعالوا نشوف دلوقتي الماستر بلان. هنا هنلاقي الماستر بلان بتاعت ميد تاون سكاي، واللي هنلاقيه على مساحة 122 فدان، واللي بيعتبر من أكبر الكومباوندات السكنية في المساحة في الار 7 كلها. الكومباوند عبارة عن 70% فيلات بتتقسم ما بين توين هاوس وتاون هاوس وفيلات مستقلة، وال 30% المتبقية دي بتكون عبارة عن شقق سكنية بمساحات مختلفة، بتبدأ من أول 90 متر غرفة وصالة ومطبخ وحمام، وبتوصل معانا لحد 190 متر اللي بتكون 3 غرف نوم و3 حمام. لو بصينا على الخدمات اللي موجودة في ميد تاون سكاي، هنلاقي أول حاجة على واجهة الكومباوند هنلاقي ستريب مول، واللي هيكون فيه كل الخدمات اللي احنا محتاجينها من مطاعم وكافيهات وهايبر ماركت ومكاتب إدارية وعيادات كمان. هنلاقي طبعا الكومباوند مؤمن بالكامل، فيه أمن وحراسة، هنلاقي فيه كاميرات مراقبة بنظام الـ CCTV، هنلاقي نادي رياضي واجتماعي، هنلاقي تراك للمشي والجري، هنلاقي مكاتب إدارية وعيادات طبية موجودة في المول، هنلاقي إن نسبة اللاندسكيب كبيرة جدا، وده بسبب إن النسبة الأكبر في الكومباوند هي عبارة عن فيلات. هنلاقي طبعا في كيدز اريا، هنلاقي في بحيرات صناعيه وحمامات سباحه، وهنلاقي في خدمات كتيره جدا موجوده في الكومباوند.
هنبص دلوقتي على البرودكت ميكس. هنلاقي اول حاجه عندنا الفيلات، وبنلاقي فيها التايب اللي هو التاون هاوس ميدل، بيكون مباني 350 متر، تبدا اسعاره من 6 مليون. بعد كده التاون هاوس كورنر بيكون مباني 350 متر وبيبدا سعره من 7 مليون و200. بعد كده التوين هاوس بيكون مباني 350 متر وبيبدا سعره من 8 مليون و250. بالنسبه للشقق هنلاقي فيه 90 متر، ودي اسعارها بتبدا من مليون و100. بعد كده 140 متر و145 متر بتبدا اسعارهم من مليون و600. بعد كده اخر حاجة مساحة 190 متر اللي بتكون 3 غرف نوم، بتبدأ سعرها من اول 2 مليون و400. نوصل دلوقتي لطرق الدفع. هنلاقي ان طريقة الدفع في ميد تاون سكاي ان احنا بندفع مقدم 10% وبنقسط الباقي على 7 سنين بدون اي فوائد. الاستلام في ميد تاون سكاي هيكون بعد 3 سنين من تاريخ التعاقد، وبيكون عندنا وديعة صيانة بتكون بقيمة 10% من اجمالي ثمن العقار، وبيتم دفعها عند الاستلام. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى يكون الشرح عجب، ولو أي حد عنده استفسار بخصوص المساحات أو الأسعار يقدر يكلمني على الرقم الظاهر على الشاشة أو يبعتلي على الواتساب. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.